العيد بالنسبه لي ارجع تاني ابقى طفل، البس طرطور وامسك زماره وبالونه، والسهر للصبح في ليله العيد طبعا، ولعب الكوره في الشارع. مستوايا مش عايز اقول لكم، كنت بقى في شنطه يعني مش عارضه، مفيش لسببين، اولا ماليش في اللعب خالص، ثانيا البيجامه جديده فانا فاهم بعمل ايه. كنا بنعمل كحك في البيت لازم، واحلى كحكه هي اللي كنا بنسرقها من على الصينيه وهي لسه طالعه من الفرن، ما تفهمش جميله ليه. ولو طلعت لك محشيه بيجامه جديده وكحكه محشيه، عايز ايه؟ نقف كده صف بيجامات جديده والفلوس طالعه بنك نوت، ايه عمو يدينا ال10 جنيه يقول لك دي هتذبح العصفوره. طب يعني ليه الرعب ده يا عمو؟ ما قول لي كل سنه وانت طيب وخلاص. كل سنه وكل مصر بخير، كل سنه وانتم طيبين، بتبقى حياتنا كلها اعياد ان شاء الله.